طمني الواد فين واخباره ايه وصحته عامله ازاي؟ الواد كويس وزي الفل، بس انت عارف يا صالح العوق والقلق. وقلت لك قبل كده السفر اللي هناك خطر يا صالح. ورايا بدوي وانت هتستعبط عليا ولا هتباح عليا ولا فيك ايه؟ مالك؟ اصحى، ده انا الدولي اللي ركبت الطريق من الشرق والغرب. يا عبيده ده مش تهريب، واي حد يقول لك اي حاجه عني تصدق كده؟ امال الفلوس اللي معاك جت منين؟ الشقه، كل يوم عربيه، والشبكه. سبحان الله، اول مره احس اني مستريحه كده. يا رب يكون بجد وما تعبش تاني. ده انا كل اللي بتمناه الاقي راجل يملى عيني وما اخافش وانا معاه. ده انا كنت جاي اشوفك ومش على طول. انزل بره، امشي، ما تقعدش هنا ابدا. ترى ايه يا صالح، هو انا عادتي معاك تقيله عليك قوي كده يا اخويا؟ انت تصعبت ولا ايه؟ ده انا باجيلك مصر مخصوص. طب اقسم بالله لو ما في نوسه ما انا جاي، اجل مين والايه؟ انا كنت عايز امن حياه حلوه عشان نعيشها برضه يا صابرين. امن بس مع واحده تانية مش معايا. صابرين انا بحبك بس انا ما بقتش احبك يا عامر. ليه الوساخه دي؟ ما انت اللي وصلتني اللي انا فيه ده، وعرفتني طريق اللوم السهله كمان، واديتني المفتاح في ايدي. الجعان ما بيديش اللوم اللي ناكله. طب شاع وما تخافش معاك حبيبي، انا جنبك مش هسيبك لما السجن ده يطلع من جدتك. بص انا ما اقدرش اقول لك ان صالح كان هو السبب، انا كمان كنت سبب، بس صالح غلطان، هو اللي خلاني احب الحاجه دي. اخويا الكبير كنت عايز اقلده، كان نفسي ابقى زيه. حرام عليه، والله حرام عليه. على فكره حرام على اي حد ان هو يعمل كده قدام ولاده او قدام اخواته. ادي النتيجه، ادي النتيجه، لغايه ما وصلت السجن اللي انا فيه ده. ربنا يسامحه بقى. بس عارف علوة، هو صالح ساعتها ما كانش عارف ان هو بيغلط، وبرضه ما كانش عارف ان هو سبب مهم قوي للاسباب اللي خلتنا كده دلوقتي. بس اقول لك على حاجه، هو الحمد لله صالح خلاص بقى كويس وبطل كل حاجه وبقى تمام التمام ومية مية. اقول لك حاجه علوة، أنا عايزك تنسى الحاجات دي كلها، تنسى الماضي وحكايات الماضي، وتفوق لنفسك وتخليك في المستقبل وفي علاجك، وانت اهو إن شاء الله هتتعالج وهتبقى زي الفل وهترجع أحسن من الأول. مكسوفة تأمنجينا نوسة؟ مكسوفة من الناس. فاكرة لما كنا بنتمشى على كوبري أبو العيلة وإحنا متأمنجين رايح جاي رايح جاي؟ فاكرة كوبري أبو العيلة؟ فاكرة يا صالح، فاكر أنت كمان الشاويش بتاع كوبري أبو العيلة؟ إلا فاكرة. والنبي أنت بكاش، أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه فيك؟ مالكش ملك؟ من يوم ما وعيت على الدنيا يا صالح وانت في دماغي وفي قلبي، ما طلعتش من دماغي برضه. حتى بعد ما اتجوزت جننتني وكرهت الحرقة واللي فيها، عشان كده جيت هنا واتزملكت. مش هي زملك، احلى زملك. انت هتستعبط؟ هو انت كل ما هتنزل مصر هتقعد تخلق لي في مشاوير عشان تتهرب مني وما تواجهنيش؟ مش كفايه شغلانتك اللي خدتك مني طول الوقت؟ ما تبصليش كده وتعمل فيها عبيط، انت عارف ان انا بحبك من ايام ما كنا جيران في القلعه. متزعليش مني، خلي بالك انا الربع عزك ما اتنرفزت عليك، بفضفض معاك يا نوسه. بس أنا غلطان، حقك عليا. كانت صعبت ولا إيه؟ ده أنا باجيلك مصر مخصوص. طب أقسم بالله
لو ما في نوسه ما انا جاي، اجي لمين والايه؟ ماشي يا صالح. طب انا بحبك. وانا كمان. انا بحبك يا نوسه. بحبك قوي. أموريه تحت أمرك. بسأل على عامر أبو ضيف. عامر؟ عامر أبو ضيف خطيب بنتي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، منورة يا فندم. تشربي إيه؟ معلش مستعجلة، هو تليفونه مسكر مش عاملة إيه؟ هو في شغله على الطريق، مش هنا في الشركة، هو برا يعني. يعني حضرتك يومين ثلاثة بالكتير لما يمشي في حتة فيها شبكة، أنت عارفة الصحراء بقى، أكيد هيكلم حضرتك لما يبقى الحتة فيها شبكة يعني. يعني ما في مشكلة معه؟ ربنا ما يجيب مشاكل. ان شاء الله هيرجع بالسلامه ويبقى موجود هنا خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. عن اذنك. اتفضلي يا فندم، نورتي. ميرسي. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. الرابط السوي. بقول لك يا زازه، بقول له جيب لنا شويه زياده. يا عم ده جاي بيجي نص شويه من الغيط. انت عارف ابو صالح، هقول لك على معلومه يمكن ما تعرفهاش. انت عارف ان الدورة المشوي ديت والشاي اللي بيتعمل على الراكية دوت ليه كانوا بيعملوه؟ ليه؟ هقولك. الواحد لما بيشوي الدورة ديت وبعدين بيشرب شوية الشاي على الراكية بيشعر بالوحدة، فبيهيم في الصحراء فضاء. بيهيم كده صحرائي. ايه ده؟ زي ما بقولك كده. انت عارف كانوا بيسموا الدورة دي ايه؟ ايه؟ حمام. طب ما لحد دلوقتي اسمه حمام. انت رخم على فكرة. انت رخم. قوم ياض اتكل على الله، قوم هات لنا شوية دورة. اما تزهق منه بندهلي. استنى خليك شيلها من على النار. شيل. يا عم انا مالي، عنها مستوت. عنها مستوس؟ يابا. ايه؟ بقول لك عنها مستوس. قوم يا جدع الله يبارك لك. اتفضل بقى الشاي. هو مريح شويه شوي. لا 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 لا، اقعد اقعد اقعد. انت بتعمل كده ليه؟ تهرب مني ولا ايه؟ اهرب منك؟ اهرب منك ليه يا جدع؟ نوسه بتحبك وانت بتحبها. نوسة؟ ايه اللي فكرك بنوسة الوقت؟ مش عارف، يعني حسيت ان يعني طفها كده بيهيموا في الصحراء فضاء يعني، وانا بشوي الدورة حسيت انها بتلف كده. انت كلمتها؟ لا ما كلمتها. هي كلمتك؟ ولا هي كلمتني؟ طالما انا ما كلمتش. بتفتح السيرة دي ليه؟ بقول لك يا صالح، انت عايز يعني اخد رايك في الموضوع. خير يا سيدي. اخي امبارح او اول امبارح مش فاكر بالظبط، يعني كنت بتفرج على فيلم اجنبي برازيلي صيني حاجه كده يعني. وكان فيه نوسه؟ لا ما كانش فيه نوسه يا جدع، لكن الفيلم ده كان فيه فكره البطل عملها وانا مقتنع بيها ونفسي اعملها وتساعدني فيها. فكره دي كويس انك سالتني. البطل ده عمل فكره بس انا عايز اطبقها عندنا. انت عارف ان العيال عندنا في الحاره يعني منهم اللي بيضرب مخدرات، بيضرب برشام، بيقف على النواصي، بيعاكس، وده مش سلوكنا ولا تربيتنا اللي انا وانت اتربينا عليها. العيال دول بقى انا عايز المهم كلهم واخليهم يشتغلوا عندي في المصنع. تستفاد ايه لمؤاخذة؟ كويس انك سالتني السؤال ده، انا متوقعه منك. العيال دول لما يتعلموا الصنعه ديت، لو لا قدر الله واحد منهم فشل في الدراسه يعني في مذاكرته، يلاقي صنعه ياكل منها لقمة عيش بالحلال. لما يكبر يقدر يتجوز ويفتح بيت. مش بس كده، الكوبايات اللي احنا بنشتغلها ديت، الكوبايات الانتيك بتاعتنا احنا، اللي انا الصنعه دي انا اتعلمتها من ابويا، وابويا اتعلمها من جدي. لما الصنعه ديت نفضل شغالين عليها، مصر دي هتبقى رقم واحد. نقدر ننافس الصيني والتركي، مش ننافسه، ده احنا نمحي الصيني والتركي، وتبقى مصر دي التوب في الكوبايات. حلوه الفكره صح؟ والله فكرة حلوة. أشاركك يا شوقي، شوف الموضوع يتكلف كام وأشاركك، نص بالنص. طب أكمل بقية الفيلم كده أشوفه وشوف البطل كلفه بقى. يا جدع أنت ما تفوق لي بقى، فيلم إيه اللي أنت هتفهمه؟ يا جدع اللي أنا اتفرجت عليه الصيني أو التركي أو بتاع كده. تشرب شوية شاي؟ ممكن آخد أنا. يا فؤاد. أيوه يا صالح، أيوه. خير، مال صوتك؟ عامر بقاله مدة مش عندي. يعني إيه عامر مش عندك؟ بكلمه ما بيردش، يعني لا بيجي لا الشركة ولا المكتب ولا البيت، مش عارف ألاقيه خالص. راح فين يعني؟ اوعى يكون رجع لجبر.
هي دي برضه الامانه اللي بعملها لك يا فؤاد؟ يعني ايه الواد مش عندك؟ هو اتخانق معاك؟ يا صالح اهدى اهدى بس عشان اعرف اكلمك. بصراحه بقى عامر مختفي وجبر بينكر انه يعرف اي حاجه عنه. يا صالح انا مش عارف اتصرف لوحدي، لازم تيجي. مش هينفع اجي الوقت. بقول لك يا فؤاد دور على الواد وما تسكتش. حاضر حاضر يا صالح حاضر. شو بدنا نعمل؟ انا كل ما بشوفك ببقى عايز اسال نفس السؤال ده. شو بدنا نعمل؟ شو زهقت؟ الا زهقت طبعا زهقت. قاعد هنا بلا شغله ولا مشغله بقالي فتره اهو، اعمل ايه يعني؟ ما تستعجل حبيبي ما تستعجل، اليوم بالليل هتعرف كل شيء. بالليل؟ طب لما انت عارفه ما تقولي لي بقى، قولي لي مين دول؟ بعدين يا عامر بعدين. بعدين؟ طب خد التليفون مني ليه؟ بعدين هتعرف كل شيء، بعدين. بعدين دي قلقاني، بعدين دي. لا يا اهلا يا باشا، يا اهلا وسهلا. ايه ده يا باشا؟ ده شرف كبير ليا، مش معقول كده يا باشا. يا اهلا بيك. ازيك يا فؤاد؟ ازيك انت يا باشا؟ الحقيقه فؤاد مش عارف يقول ايه. بقى معقول يعني سعادتك تتعب نفسك وتيجي لحد هنا؟ كان كفايه تليفون يا باشا. اتفضل يا باشا اتفضل. بيقولوا عندك بن مخصوص يا فؤاد. يا ميمي قهوه قهوه للباشا بسرعه. على الريحه ومن غير وش. عريحة يا ميمي من غير وش. صراحة يا باشا أنا مرعوب. أنا حاسس كده إن مش مجرد سؤال وبس. هو كده فعلا مات؟ عامر مات يا باشا؟ اطمن اطمن يا فؤاد، هو لسه عايش بس هو عندهم وتحت سيطرتهم وأكيد مش هيسيبوه لما ينفذ اللي مطلوب منه. هم مين دول يا باشا؟ وعايزين ايه من عامر؟ والله العظيم بحبك يا بنت سمسمه، بحبك وحبك من اخشش جوه اللي من كهاني. جرى ايه يا راجل؟ ايه هو انت ما وراكش حد غيري ولا ايه؟ ولا ورايا ولا قدامي، وعليا الطلاق بالثلاثه بتشحتف عليك. انت بالنسبه لي حته المظيه، جوهره حياتي. جوهره ايه يا راجل يا معفن انت؟ يا اللي بتبيع لحم الحمير على اساس انه لحم بلدي. بقول لك ايه، خفه عوم لا تغرق وساعتها ما تلاقيش حد ينجدك. وايه يعني؟ هبقى ميت عشان خاطرك ومش هقلق ولا هزعل، لان بعد يومين ثلاثه هيغنوا حكايتنا على الربابه زي عنتر وعبده ومش عارف يقولوا ايه. يا راجل انت متعاطي حاجه ولا ايه؟ هو البعيد ما عندوش ذنب؟ قلت لك ابعد عن وشي لو اوريك شغل الاباحه بجد. اباحه؟ اباحه ايه؟ اباحه ايه؟ استنى ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك. النبي ده الاباحه بتطلع من بوقك زي السكر. يا راجل بطل تلقح جتتك عليا بقى. بقول لك ايه؟ لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي هلم عليك الناس وعمل لك فضيحه. طب وليه تستنى؟ اهي يا لا لا تبت الحطاطه يا سلام دي خربي. طب بقول لك ايه؟ ماشي يا سمسم، بس والله ما هبعد برضه، بحبك. انا مش جاي اعد بس عايز افهم ايه اللي قلبك علي القلبه السودا دي؟ ما احنا كنا زي السمنه على العسل، كنا زي الفل. في ايه؟ متفاهمين؟ انت بجد مش فاهم في ايه؟ لا مش فاهم. ايه ما عدتش عايزه تشوفيني؟ مش طياني؟ انا ممكن اختفي من حياتك خالص. ازاي بتقول كده يا صالح؟ ما احنا جبنا اخوكي. تتجوزيني يا نوسه؟ بس انا ليا شروط. شروط زي ما انت عايز، انا موافق. نتجوز دلوقتي. ايوه بس انت مش فاهمه. دلوقتي. ما...
مبروك. مبروك يا صالح. صلوحة جامد. مبروك يا حبيبي. عليوة. مبروك يا سامي. مبروك يا عروسة. الله يبارك. مبروك. الله يبارك فيك. خلاص يا ستي اتجوزنا اهو. أخيرا نشفت ريقي. ألو. أوعى عم فؤاد. عامل إيه؟ صالح بيتجوز هنا. او ربنا زي ما بقول لك كده. طبعا ايه؟ طيب ماشي ثواني هديك صالح. وانا كمان انا اجيب عيال طبعا. صالح ده مؤاخذة عروس ثواني. تليفون بس. مين؟ قلت له؟ يا فؤاد. ايه؟ طيب ماشي. انا هكلمك تاني يا فؤاد. مع السلامة. بقول لك يا نوسة. لازم اسافر دلوقتي. تسافر؟ تسافر ايه يا صالح؟ هو احنا لحقنا؟ عامر اخويا مختفي مش عارفين له طريق. ايوه يا صالح بس اديني فرصة احس ان احنا اتجوزنا. هو انت ايه يا اخي مستكتر عليا نفرح ولا ايه؟ حرام عليك مش كده. طب يومين ثلاثة وبعدين سافر. جرايه يا نوسة؟ بقول لك عامر اخويا ده انت مجربة. انت فاكرة ساعة ما هي كانت عاملة ازاي؟ وبعدين احنا قدامنا العمر طويل ان شاء الله هاجي على السريع. مبروك عروس. الله يبارك فيك. هطير انا. خد حسين. صالح. مفيش خير ان شاء الله خير. رايحين وسابك. يا ساتر يا سمسمه، وانا ما اقعدش معاك غير لما تجيبي لي سيره مجد نتانا ده، ده سيرته تحرق الدم يا شيخه. بعدين مجد نتانا ده شمال في شمال، وشه شمال، شكله شمال، طريقه شمال، كل حياته شمال في شمال. يا اخويا، يا اخويا انا خايفه منه، ده كل شويه يطاردني في كل حته، اخرهم يزنقني على بير السلم، انا يعمل معايا كده؟ معقول؟ انا خايفه فجاه لا الاقيه ناطط لي في اوضه النوم. قسما بعز الجلال اللي ما هيحصل، انت بتقولي ايه بس كده؟ يا ساتر على مجد غتاتا ده، اهو ده عامل زي العيال اللي عارفه الاجانب اللي انا ببيع لهم الكوبايات في القلعه كده، عندهم مثل انجليزي شهير كده حاجه تحس انها حاجه زي الابوستر بس كده، يعني يقول لك ايه حدث ولا حرج، بس قسما بعز الجلال الله وشوقي موجود مش هيقدر يعمل لك حاجه خالص. يا شوقي انا عارفه ان القلعه كلها رجاله وجدعان، بس ده واحد غدار خاين ما بيختشيش. انا قلقانه قلقانه قوي. تقلقيش شوقي موجود ما تقلقيش. انت فضل اقول لك على حاجه حصل اكسكلوسيف ليك انت، ما تقلقيش خالص. مجدي ده بق بيقول بس لكن ما بيقدرش ينفذ، يعني زنق يا ابن اللذين يزنق في بير السلم. بس انا هتصرف قسما بعز الجلال الله، ما هيقدر يقرب لشعره من ضفر من شعر رجلك من مش هيقرب. شعر مين وضفر مين يا اخويا؟ ده لو فكر بس يقرب ناحيتي. هو انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ايوه سمسمه ست الكل، ست العرايس، عمه المنطقه دي كلها، سمسمه ب100 راجل. هو زنق يا ابن اللذينة. طيب يا مجدي. عامل في خطر يا صالح، وكل ما اقول له بعد عن الناس دي ينفض لي ومفيش فايده ما تسمعش الكلام وسابني ومشي. وما كسرش دماغه ليه يا فؤاد؟ ما ثبتوش لحد ما وصلت ليه يا فؤاد؟ طول ما هو قدامي عمال يتنطط وما بيسمعش غير نفسه بس. والناس دي مين وقاعدين فين؟ قاعدين على الحدود. حدود؟ وايه مصلحه عامر معاها؟ هو في حد بيهرب قدهم؟ يبقى اروح لهم. اروح لهم يا فؤاد. تروح لهم فين؟ استهدى بالله يا صالح، استهدى بالله، دول ناس شمال، شمال قوي. خلي بالك الكلام ده ما ينفعش تقوله لاي حد. الكلام ده لو طلع بره في خطر كبير على حياتك. طبعا يا باشا دي اسرار شغل، وانا متعود على كده من زمان. كون ان هو شغل فيه حاجه ثانيه اهم. بتأدي عمل وطني للبلد. عمل وطني يا عامر. وطني؟ وطني ازاي يعني يا باشا يعني؟ هتفهم كل حاجة في وقتها. بس خلينا نعدي المرحلة دي وبعد كده نقول لك على المرحلة اللي جاية. ايه ده يا باشا ده يا مراحل؟ اه طبعا. والمرحلة اللي جاية أهم وأكبر. يا باشا أكبر من كده إيه بس؟ احنا هنقابل الوحش ولا إيه؟ بكرة تشوف يا عامر.
خلينا بس نركز ونفكر في العملية اللي احنا فيها دي، وبعد كده نفكر في اللي جاي. خلاص يا باشا، انا معاك في المرحلة دي لحد ما نروح مرحلة الوحش. بس المهم بقى يا باشا، هناخد فلوس ازاي؟ احنا ما بناكلش حق حد. فلوسك هتاخدها على داير مالديو. بيزنس از بيزنس. ايوه يا باشا، هو ده بقى الكلام اللي يبل الريق يقوي العزيمة الوطنية. بص يا صالح، احنا هنعدي على الراجل الصبح وهنعرف منه المفيد. فؤاد انا مش هيجيلي نوم غير لما اطمن على اخويا واشوفه قصاد عيني. يا اخي خلي نفسك طويل شويه. الله، وبعدين عامر من الصغير وما اتخطفش. انت ما بتعرفش حاجه، عامر ده عامل زي العيال الصغيره، دماغه هربانه منه، ممكن يودي نفسه 60 دقيقه. اهدى كده وريح نفسك، انا هعدي عليك الصبح. هستناك على حر المجمر فؤاد ان شاء الله. معلش فؤاد تعبك معايا. لا يا حبيبي، والسلام. وبعدين معاك يا ابن والدي. طول عمرك كده عامر. صابرين اكيد عارف عنه حاجه، هكلمك الصبح. طيب اسيبكم انا بقى مع بعضيكم. سلام يا شوقي، يلا بينا يا رجاله. يلا بينا يا رجاله. أشوي، يا دي الرجولة أشوي، بتستدرجنا ولا الواحد بعيد عن رجالتي؟ رجالتك مين؟ اللي معاك دول بتسميهم رجالة؟ قول شوية عيال، شوية بهايم، شوية حمير، إنما رجالة لا. لم نفسك أشوي، لم نفسك، اللي أنت بتعمله ده وحش عشانك. وحش علشاني؟ لا هو وحش، ولا هو كويس، ولا مش كويس، ولا أي حاجة. أنا هسمعك كلمتين. ضربوا لور على عينه قال إيه؟ قال إيه؟ قال خربانة خربانة. انا لا عندي زوجه ولا عندي عيل ولا عندي حاجه خاف عليها، لا عندي فيلا في مارينا مجدي ولا عندي عماره على الكورنيش جايبها من تجاره الصنف، فاهم؟ تعرف يا مجدي المفروض يسموك ايه؟ مجدي ابو الاصناف، مجدي تباتا، مجدي رزاله. رزاله؟ ماشي يا ابن ستها العامشه، الله يرحم امك اللي كانت بتسرح بالمشنه. عارف اللي بيغلط في امي بعمل فيه ايه؟ عارف والله ما قصدي، مش قصدي امك انت، انا قصدي ام واحد تاني بس اختلطت على الامور. بس ابوس ايدك، ابوس ايدك فكني، عايز اشرب، ابوس ايدك، عايز اعمل زي الناس. الله يكرمك يا عم، زي ما انت يا عم. لا والله العظيم اللي انت بتقوله ده اخرته وحشه يا عم. ورايا شغل. وراك شغل؟ اسمعني كويس يا مجدي، انا هقول لك كلمتين وافكك تعيش حياتك. ليه عندك طلب واحد؟ امرني. سمسمة تنساها خالص، تبعد عن طريقها النهائي. يا غرا انت بتقول ايه؟ ده على رأي المثل، حط دماغك في راسك تعرف خلاصك. يا غرا انت ما بتفهمش، بقول لك تبعد عن طريقها، عايزني اخلص عليك واخلص الدنيا من مصايبك. مصايب ايه؟ ما تتحملش كده اللي يطق لك عرق. مصايب ايه؟ ده انت وش فقر. تصدق والله عمركم ما هتقبوا على وش الدنيا، غاويين فقر. بالك انت شوي، انا لو اتجوزت سمسمة هسكنها على النيل، هديها شقة في العمارة بتاعتي اللي على الكورنيش، وهجيب لها شاليه في مارينا، ولو عايزة الفيلا بتاعتي هديها لها، وهديها فلوس. مش بس هديها فلوس في ده، لا ده انا هفتح الحساب في البنك واحط لها فيه فلوس كمان. وسكت هي متبته قوي في حكايه ان العصمه تبقى في ايدها دي. ماشي يا عم، العصمه تبقى في ايدها، بس العيال يكتبوا باسمي. يعني انا نفسي اعرف انت بتضرب ايه يا اخي؟ الصنف اسمه ايه اللي انت بتضربه؟ الفشه دخلت على الطحال، على لحمه الراس، على الجبهه، بقى كله سمين. ده مجد سمين اللي انا اعرفه؟ هو ده اللي هي شوقي الحته اللي تحت كتفي الشمال دي، اسمها قلبي، احبها ومش قادر ابعد عنها. اعمل ايه؟ بص يا شوقي، خلص لي الموضوع ده واعمل لك اللي انت عايزه، واديك كل اللي تطلبه. والله كل اللي انا اطلبه.
يا جدع افهم، البنت بتحب حسين وحسين بيحبها. اقولها لك بالعربي هي رايداه وهو رايدها، اقولها لك بالانجليزي ولا اقولها لك بايه؟ بيحبوا بعض يا اخي. اكبر بقى. يا عم انت حسين مين؟ حسين ابو ضيف. حسين ابو ضيف مين؟ الواد الخمرجي بتاع العمار ده؟ لا سمسمة اذكى من كده. مش معقول سمسمة تسيب تاجر مخدرات محترم زيي وتبص للواد الخمرجي بتاع العمار ده؟ يا عم ده ما حلتوش الله، ده عايش موهوم ما حلتوش حاجه يا جدع. حلته حلته لا حول ولا قوه الا بالله. حسين ابو ضيف حلته كتير يا جدع، حلته الرجوله والجدعانه وكلمه الشرف. حسين يا جدع عيله ابو ضيف، عيله من الصعيد تسد قرص الشمس. وبعدين يا جدع ان كان على المنكر ولا على الكوتشينه، بطل الحاجات دي، قفل الليله دي كلها وبقى انسان نظيف وزي الفل ورجوله وجدعانه. اسمعني كويس بقى، انا هقول لك على خلاصه لحمه الراس. اللي انت فيه ده كله انا عارفه منين؟ الفيلا، الفلوس، العماره، تجاره المخدرات، بتديها لمين، بتجيبها منين، كلمه السر، كل ده انا عارفه كويس. مش مصدقني صح؟ لا مش مصدقك. بص في الورقه دي. طب خلي عندك نظر وافتحها لي عشان ابص فيها، ما انا متكتف. ماشي. ايه رايك؟ انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ حلو قوي. يبقى نكبر ونعقل ونوزنها كويس وننسى سمسم. ماشي يا شوقي، هنكبر هنعقل بس مش هنسى سمسمة. ما تاخذنيش يا صابرين، انا ما قلتلكيش مبروك على الخطوبه، بس اكيد عامر يعني حكى لك على الظروف اللي انا فيها. مبروك يا صابرين. مبروك على ايه؟ على خطوبتك انت وعامر، هيكون عليه يعني. اه هو مفروض مخطوبين بس انا وعامر سيبنا بعض للاسف. كلام ايه ده؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ والله الظروف، هعمل ايه؟ ظروف؟ ظروف ايه اللي تخلي اتنين بيحبوا بعض الحب ده كله ويسيبوا بعض كده بسرعه كده؟ ما تساله هو، بتسالني انا ليه؟ اسال مين بس؟ هو انا لاقيه؟ انا بدور على عامر اخويا بقالي اكتر من 3 ايام مش لاقيه. هتلاقيه مسافر، عنده عملية تهريب زي العادة. كلام اللي بتقولي ده صابرين، تهريب ايه؟ ما انا عارفه كل حاجة. اخوك لا خاف على نفسه ولا عليا. بما انك عارفه كل حاجة لازم تعرفي ان عامر هيروح في 60 داهية يا صابرين. عامر شغال مع ناس ابسط حاجة عندهم الدم والرصاص. بس انا عارف ايه السبب. طب ليه؟ بسببك. انا؟ ايوه انت وامك وطلباتها اللي ما بتخلص والسلوتير اللي عايزاه والشقة اللي على البحر. عامر ده عيل غلبان. كان كبيره تهريبه كده، تهريبه كده يمشي حاله. الوقت مطلوب منه ملايين، هيعمل ايه؟ رامي نفسه في جهنم. عامر هيضيع مني يا صابرين. يا روح قلبي يا عامر. طب انت هتعمل ايه؟ هقلب عليه الدنيا طبعا. عامر اخويا لازم الاقيه، ولو كلمك لازم اتصل بيها فورا.